تحت رعاية العقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وبحضور النقيب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات التدخل السريع حفل ختام فعاليات الأنشطة الرياضية الرمضانية للحرس الملكي التي تم تنظيمها ضمن الفعاليات الرياضية في الشهر الكريم، حيث اشتمل الختام على مسابقة الجري للضباط لمسافة كيلومترين اثنين ومسابقة الرماية للضباط ومسابقة تتابع لمسافة 5 كيلومترات جري والمباراة النهائية لكرة القدم، حيث حقق البطولة كتيبة الحرس الملكي المركز الأول. وفي نهاية المسابقات قام العقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية التي شهدت مشاركة متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي، مشيرا سموه إلى أن المشاركة الكبيرة في الفعاليات الرياضية الرمضانية دليل حرص الجميع على التفاعل الإيجابي مع كافة البرامج والأنشطة الرياضية التي تقدم في فترة شهر رمضان المبارك التي تهدف إلى زيادة التقارب بين الجميع من خلال التنافس الشريف على لقب مسابقات رياضية مختلفة. وأشار العقيد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الكبيرة والتنافس الذي اشتملت عليها فعاليات المسابقات جاءت لتؤكد مدى النجاح الكبير لهذه الفعاليات ولتحقيقها للأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها والتي نافس على لقبها منتسبو الحرس الملكي وقدموا مستويات كبيرة في مختلف المسابقات. وأضاف العقيد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه المسابقات الرياضية الرمضانية تقام سنويا لمنتسبي الحرس الملكي وحظيت بمشاركة متميزة هذا العام، وقد تم التنظيم لها مسبقا أملا في إظهارها بالشكل المتميز من الناحية التنظيمية. وبارك سموه للفائزين في المسابقات الرياضية التي خرجت بأهدافها في التقاء جميع منتسبي الحرس الملكي في مسابقات رياضية يكون أساسها التنافس الشريف. وأشار العقيد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات الأنشطة الرياضية التي جاءت من أجل إضفاء جو من التنافس الشريف بين مختلف منتسبي الحرس الملكي، مؤكدا أن هذه المسابقات ستستمر في السنوات المقبلة لما لها من آثار إيجابية على جميع منتسبي الحرس الملكي.